السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله عليكم الإخوان، تحياتي لكم جميعا. اليوم غادي نوريكم إن شاء الله الشبكة الكهربائية، كتسائلوا عليها بزاف. اليوم غادي نوريها لكم إن شاء الله بحول الله كيفاش كتركب. معها شوية ديال التعب ولكن راه مزيانة، هي كتحدي الغلم والغلم كتبقى شبعانة. تقدروا تركبوا بحال هكا، قليل اللي كيركبها بحال هكا. هي التركاب ديالها الناس اللي ما كتعرفش، اللي باغا تركبها اول مره ما يركبوهاش بحال هكا، يسرحوها بحال هكا، يسرحوها ويحط ويمشي. ومن بعد يرجع يبقى يلصق في هذوك القطيبات في الارض، يدخلهم في الارض. قرب هنا، يلا يحفظك. زيد 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 شد لي هذا القطيب. هذا هو اللي كيدخل في الارض، هذا القطيب ديال السلك هو اللي كيدخل في الارض، هو اللي كيبقى شاد الشبكه. كذلك كتورك عليه غير بالكتف ديالك كيدخل. ولكن اذا كانت الارض قاصحه خاصكم مطرقه، ضروري من المطرقه. حنا ولفنا دابا هاد الشبكة، هادي ولفناها، راه دغيا كنركبها. أول مرة بنادم راه كتجيه صعيبة، ولكن مع الوقت كيتعود عليها. هادي راه من أحسن الاختراع اللي اخترعوه على حسب الغلم. هانتوما دابا الغلم كتبقى هنايا، كدير لها عير الشبكة الكهربائية وكتبقى هنايا، وكتعيش بخير وكتكون مزيانه حتى في الصحه ديالها، لانها كتنعس برا، ما كتبقاش تدخل للكوري الا في مرحله الولاده، كتبقى عايشه في الجو ديال رب العالمين، الشمس، البرد، الصهد، كلشي كدوز عايشه برا، عايشه عا في الخلا. والحيوانات عزيز عليهم يعيشوا في الطبيعه، ما خاصهمش يبقاو في الكوري. بالنسبة للثمن ديال هذا الراعي الكهربائي، الثمن ديالو الشبكة فيها 50 مترو، الشبكة فيها 50 مترو دايرة شي حوالي شي 70 أورو، قولوا 74 أورو ال50 مترو. في البلاد كيتسائلوا الدراري، ما كاينش في البلاد لأن الناس قلبوا عليه في المغرب ما لقاوش، كذلك ومثال في الجزائر، في الدول العربية ما لقاوش، لان هذا الراعي الكهربائي موجود غير هنا في اوروبا. هذا الصنع ديالو ديال هنايا، صنع اسباني. دابا هذه كملتها فيها 50 مترو، غادي نمشي نهز واحده اخرى عاوتاني فيها 50 مترو ونزيد نكمل عليها. هي مني كتكون مجموعه، هو صراحة هو فيه شوية ديال التعب ولكن كيهنيك من بزاف تاع الحوايج. دابا كدير الماكلة للغلم هنايا، تقدر تخليها 5 أيام ولا 6 أيام ولا 4 أيام في هاد البلاد، ومن تكمل الماكلة تقلب لها عاوتاني. المهم كتبقى مهني، كتجي نتا غير كتراقبها وكتمشي تقضي الشغالات ديالك اللي عندك ما يتقضيها. كوليفلور ها هو راه خسر، شتوه كوليفلور راه خسر، داو منو، ولكن داكشي اللي بقى كتاكلو الغلم. ها هو راه باقي طايح عليه جليد، شتوه هذا راه جليد، هذا ما بقاش دابا صالح للاكل ولا صار عيل الغلم، وصلاته على النبي. الغلم كتكون سارحة مرتاحة.
صافي.